بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، أحييكم أجمل تحية بانطلاقة هذا الشوط الثامن لجملة أشواط الفترة الصباحية في أول أيام هذا المحلي الرابع، شوط خاص بالحقائق القعدان. هذا اليوم الخاص بأشواط الإنتاج في هذا الصباح، ورقبوا يوم الغد، وهذا المحلي رصدت له 50 سيارة في هذا المحلي في هذا السباق في هذا التمهيدي. 50 سيارة من الجوائز الثمينة في يوم الغد وما بعد الغد، خاصة لفئتي الحقائق واللقايا في ميدان الشحاني. ترقبوا المزيد، ترقبوا المتعة والمفاجآت التي ستشهدونها في يوم الغد. أيها الحفل الكريم، شوط يسبق شوط الختام في هذه الفترة الصباحية خاص بالقعدان، وننطلق مع المركز الأول، وهذا هو مبلش. مبلش على المركز الأول، تعود ملكيتي لصالح بن محمد، صالح بن حمد بن محمد مصلع المري في مقدمة الشوط. المركز الثاني اللي وصل في هذه اللحظات محذر على المركز الثاني، محذر، وهذا شعار راعي الحذر، عيسى بن محمد بن عيسى بن مطر الفلاحي هنا على المركز الثاني. بينما المركز الثالث اللي وصل على المركز الثالث هذا شهيد عبد الله بن سعد بن طالب بن شريف المري. مشاهدينا الاعزاء، عبد الله بن سعد بن طالب المري مع شهيد، بينما ناخذ المركز الرابع. رحب باللي قادم على المركز الرابع اللي وصل الطاير فهد بن ناصر بن فهيد الزبدان المري. بينما المركز الخامس، المركز الخامس وصل سالم بن حمد الحران المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء في هذا الشوط، الشوط من الرابع الخاص قعدان. محذر يبدو لي أن من سلالة الحذر، يا سلام يا محذر، راعي الحذر ينطلق في أشواط الإنتاج. محمد بن عيسى بن مطر الفلاحي مشاهدينا الأعزاء من الغربية هناك ينطلق محذر، محذر في مقدمة الشوط. اللي بيحذر هذه القعدان، اللي بيحذر هذه القعدان في هذا الشوط، يا سلام. 1200 هذا شعار الشوط الرئيسي، شعار الشوط الرئيسي اللي فاز في الصباح هذا اليوم، وافتتح الصباح هذا اليوم مع الأبرقة اللي فازت بأول أشواط الإنتاج، بأول أشواط الإنتاج، يا سلام. هنا مقدمة الشوط محذر لمحمد بن عيسى بن مطر الفلاحي في مقدمة الشوط، يا سلام. المركز الثاني، ناخذ اللي وصل على المركز الثاني، وهذا شعار، وهذا شعار فهيد بن ناصر بن فهيد آل زبدان المري. بينما المركز الثالث ناخذ آخر نداء، وهذا اللي وصل المنصة لراشد بن زيد بن راشد البحيح المري، ولكن سلامي الحذر، سلامي للحذر ومحذر ومالك الحذر، يا سلام. محذر اللي ينطلق بدون اي كلام، يا سلام. في هذه اللحظات محذر في مقدمة الشوط للسيد محمد بن عيسى بن مطر الفلاحي في هذه اللحظات، 600 متر راكد يا الفلاحي في الصباح هذا اليوم. المركز الثاني، المركز الثاني منصة ولا له منصة ومصب الا خط النهاية وميدان الشحانية. اقلع محذر هنا في هذا الشوط الثامن ليسجل نقطة ثانية مع الأبرقة في صباح هذا اليوم، اللي ينافس، اللي يصارع منصة، قادم منصة لراشد بن زيد بن راشد البحيح المري. مشاهدينا الأعزاء، يا سلام يا منصة، يا سلام يا منصة، اللي يفوز واللي ناسي خط النهاية وناسي الفوز والناموس، راشد بن زيد بن راشد المري في صباح هذا اليوم هنا يسجل هذه النقطة بشعار مع منصة ومنصه الفوز وخط النهايه في اشواط الانتاج. تهانينا والناموس لراشد بن زيد بن راشد البحيح المري. المركز الثاني محمد بن عيسى بن مطر الفلاحي مع محذر. المركز الثالث سالم بن فهيد او فهيد بن ناصر بن فهيد ال زبدان المري. المركز الرابع ذهبان لجابر بن حسين بن علي بن جرحب المري. بينما المركز الخامس وصلنا النمر لعبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الزعبي. مشاهدينا الاعزاء، تهانينا والناموس لمالكي منصة
فرنسا راشد بن زيد بن راشد بن بحيح المري. إذا ناخذ التوقيت الزمني لحظة الوصول الثلاث المراكز الفائزة في هذا الشوط الثامن الخاص بأشواط الإنتاج في هذه اللحظات، وهذا ملخص الشوط الماضي، وناخذ توقيت منصة وتوقيت المركز الثاني وتوقيت المركز الثالث. إذا تهانينا والناموس لراشد بن زيد بن راشد المري اللي فاز بهذا الشوط ولحظة الوصول. إذا يسجل أفضل توقيت، على ما يبدو لي أنه أفضل توقيت، 4:34.85 ثانية. تهانينا لك يا بوزيد في صباح هذا اليوم. المركز الثاني محذر وتوقيت محذر 4:35.59 ثانية. تهانينا لعيسى محمد بن عيسى المطرف راح المركز الثالث اللي وصل. يا سلام، ناخذ المركز الثالث وهذا هو الطائر لفهيد بن ناصر بن فهيد الزبدان المري 4:38 ثانية 20 جزءا من الثانية.